من حوالي 5 سنين يا سعادة الباشا، جالي السيد فوزي عواضين الدالي لتسجيل شهادة ميلاد باسم مولود ذكر باسم الطفل سعد فوزي عواضين الدالي، وقمت بنفسي يا فندم بتسجيل شهادة الميلاد للطفل المذكور. بعد إذنك يا سيادة القاضي، عندي سؤال للشاهد. اتفضل يا أستاذ. أستاذ مجدي، أنت موظف في الوحدة الصحية ببولاء أبو العيلة من إمتى؟ حوالي 20 سنة يا فندم. عظيم، يعني قديم في شغلتك. يا ترى بتحرر كم شهادة ميلاد ووفاة في اليوم؟ ولا أنت مسؤول عن تسجيل شهادات الميلاد وبس؟ الاتنين يا سعادة الباشا، شهادة الميلاد وشهادة الوفاة. ويا ترى بتحرر كم شهادة في اليوم الواحد؟ تقريبا من 10 لـ20 في اليوم الواحد. هاي، خلينا ناخد النسبة الأقل اللي هي 10 في اليوم، يعني بعملية حسابية بسيطة بتحرر في السنة 3650 شهادة، يعني في الـ5 سنين اللي فاتوا حررت حوالي 18250 شهادة. يعني أنا ما بحسبهاش كده. وبعدين في حصة الحساب اللي احنا فيها دي. خلاص يا صفوت، خلينا نسمع. ولو عملنا حساب الأجازات والأعياد وشلنا مثلا 3250 شهادة، هتفضل عندنا في الآخر حوالي 15000 شهادة قيد. صح؟ صح يا فندم. وهل يعقل يا حضرات المستشارين إن موظف حكومي بيمر عليه العدد المهول ده من الشهادات، ده غير همومه ومشاكله العائلية كرب أسرة، هتذكر شهادة ميلاد بعينها وسط العدد المهول ده ومر عليها 5 سنوات؟ رد على السؤال يا سيد مجدي. هي في الحقيقة حاجة صعبة بس حصلت وليها سبب. ممكن نعرف منك إيه اللي يخليك فاكر شهادة الميلاد دي بالذات رغم إنك اعترفت بنفسك إنها حاجة صعبة؟ ما تتكلم يا سيد مجدي. اليوم اللي جالي فيه السيد فوزي الدالي لتسجيل المولود كان فرحان جدا، وكان واضح من سنه إن ربنا رزقه بالمولود ده على كبر وأصر يومها يديني 100 جنيه حلاوة المولود من كتر ما هو فرحان، علشان كده افتكرته. ودي حالة تقريبا ما بتحصلش كتير، لأن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة بتصرف مجانا حسب لوائح وقوانين الدولة زي ما سعادتك عارف. وانت قبلت 100 جنيه دي يا سيد مجدي؟ بقول لي لحضرتك أصر، ده حتى لما لقاني مكسوفة خدها سابها على المكتب ومشي. سؤال أخير يا أستاذ مجدي، أنت لسه قايل من شوية إن المسألة دي، مسألة يعني إن حد يسيب لك فلوس أو يديك حلاوة مولود، ما بتحصلش كتير، أو على حد تعبيرك حالة ما بتحصلش كتير. أيوه. شكرا يا سيد مجدي. ارجع مكانك يا سيد مجدي. حاضر يا فندم. إذن سيادة القاضي، نحن أمام موظف حكومي لا يجد غضاضة أو مشكلة في أنه ياخد فلوس من المواطنين مقابل خدمة بتقدمها الحكومة للمواطن المصري دون مقابل، مما جعلنا جميعا لا نثق في نزاهته 100%، وبالتالي لا نأمل لشهادته، خاصة وأن القضية التي بين أيدينا اليوم إن ثبت نسب المولود وصحة الزواج ستكون التركة فيها بمئات الملايين من الجنيهات. وشكرا. يا فندم، أنا سمعتي في الوحدة الصحية معروفة عند الناس كلها. من فضلك يا سيد مجدي، ما تتكلمش من غير إذن المحكمة. الأستاذ أحمد المندراوي المحامي، عندك تعقيب على كلام المستشار محمد سلامة محامي الخصم، ولا ننتقل لسماع شهادة الشاهد الثاني؟ سعد الدالي في المحكمة من الصبح، الظاهر قضية رشا دي عاملة له صداع. شوف ازاي. تليفون من لندن. هلو، سبيكينج. وات قدامت الحكاية يا سنيور. عملها سعد الدالي. والله العظيم هقول الحق. اسمك وسنك وعنوانك. اسمي أباظة عبد العال أحمد، سني حوالي 26 سنة كده لما مؤاخذة. عنواني بقى سعادتك اللي في البطاقة ولا اللي أنا قاعد فيه؟ اللي أنت فيه يا أباظة. استراحة المرحوم فوزي باشا الدالي الله يرحمه. قول شهادتك يا أباظة. إيه؟ أقول إيه؟ لو مش فاهم سعادتك. بعد إذن سيادة المستشار، أوجه الشاهد حرصا على وقت المحكمة. اتفضل.
أباظة. أمورني يا باشا. أنت تعرف الست رشا؟ الست رشا؟ إيه اللي أعرفها؟ تعرفها بقالك قد إيه؟ سنين يا باشا، وأبويا الله يرحمه أعرفها قبل مني كمان. وتعرف إيه عن علاقة الست رشا بفوزي الدالي؟ لا باشا، علاقة إيه وأنا إيه اللي هيدخلنا أنا في علاقة ما بين ست والراجل بتاعها لا مؤاخذة؟ آه يا منافق يا كذاب يا ابني. بلاش وشارة وإهدى. مين اللي بيتكلم؟ أنا سعادة الباشا. أنت في محكمة يا سيد. اسمي صفوة سعادة الباشا. أنت في محكمة يا سيد صفوة، والمحكمة ليها أصول وليها قواعد، ولو تجاوزت تاني واتكلمت من غير إذن المحكمة هطلعك برا القاعة. إذن إيه؟ هو إحنا في أولى أول؟ قول حاضر واسكت. حاضر حاضر يا سعادة الباشا، مش هعمل كده تاني. اتفضل يا أستاذ. شكرا يا سيادة المستشار. أباظة، أنت كنت بتقول إنك تعرف إن الست رشا متجوزة المرحوم فوزي الدالي. آه يا باشا. من إمتى؟ من وأنا صغير يا باشا، كنت بروح أنا وأبويا يديها الشهرية بتاعتها في الفيلا بتاعتها في المهندسين. هي ما كانتش عايشة معاه في الاستراحة بتاعته في القناطر؟ لا يا باشا، كانت ساعات ولا مؤاخذة بتيجي لوحدها وساعات مع ابنها الصغير. ولما كانت بتيجي الزيارات دي كانت بترجع في نفس اليوم ولا كانت ببات يا أباظة؟ لا يا باشا، كانت ببات، ساعات يوم وساعات يومين. قول لي عرفت منين يا باظه؟ اقول لك عرفت منين. كانت بتبعتني ولا مؤاخذه اروح اجيب لها الطلبات من السوق. اصل فوزي باشا الدالي الله يرحمه ما كانش يحب ياكل الا من ايديها. اه يا ابني، مفيش النهارده طيران للندن، في بكره الساعه 10 الصبح. اجر لي طياره، اتصرف. اوكي هشوف. فهمني بس ايه الحكايه يا سينيور؟ الحكاية أنا معتمد على شوية فشلة وأخبية وكسالة. أنا سبت كل شغلي في أمريكا وجيت هنا مخصوص بناء على أوامر علشان أبعد خطر سعد الدالي واللي زيه عن مصالحنا في أوروبا. إحنا كده مخططاتنا كلها ممكن تبوظ. أنا كده مش فاهم حاجة. أنا ما بعرفش أساعد وأنا بعيد عن الصورة، أرجوك فهمني. سعد الدالي بيموه علينا، عارف إن إحنا مراقبينه ووراه في كل حتة في مصر. لخمنا في مشوار المحكمة وحرك أسطول عربيات في لندن. العربيات دي دخلت كلها في نفس الوقت للمصانع، وبلغوا أمن البوابات في المصانع دي إنهم محملين لقطع غيار للمكن البايظ في المصانع دي. إيه؟ عمل كده إزاي؟ معرفش. علشان كده لازم أسافر لندن بأي شكل وفي أسرع وقت ممكن عشان أفهم إيه اللي حصل والحق أتصرف. فهمت؟ لأ. لأ إيه؟ لأ، شفت عقد جوازهم ولا لا؟ ما شفتوش يا استاذ بسيوني. لا ما شفتش يا فندم. وازاي تسمح لراجل انت مش عارف صلته بالسيده رشا المندراوي انه يتردد عليها في فيلتك اللي انت مأجرها لها وبشكل منتظم زي ما بتقول؟ الحقيقه انا ما شفتش عقد جواز، انما شفت شهاده ميلاد الطفل وبطاقه فوزي بيه الدالي وطبقتهم ببعض. وفي اليوم ده بالذات انا لما وصلني خبر إن في راجل بيتردد على رشا هانم كل يومين ثلاثة، أنا الشيطان لعب في دماغي وظنيت فيها السوق، فطلعت على الفيلا وخبطت وكنت عارف إن الراجل ده موجود جوه. الراجل ده اللي هو فوزي الدالي؟ أيوه فندم، فتح لي بنفسه ودخلت، وكان أول سؤال سألته له بما إني صاحب ملك محترم وخاف على سمعتي بين جيراني، إيه صلته رشا هانم؟ الحقيقة هو ما كانش معاه عقد جواز، ولكن طلع لي بطاقته وشهادة ميلاد الطفل يعني، ودول كانوا كفاية أوي بالنسبة لي ساعتها. يعني إيه يا أستاذ بسيوني؟ فلنفرض إنك طبقت الشهادة بالبطاقة، ما جايز اتطلقه وما بقتش على ذمته. أنا ما برميش الناس بالباطل لأن أنا عندي بنات، وبعدين فرض إنهم متطلقين ده راجل وابنه يعني من حقه يشوفه، وبعدين الفيلا كبيرة، هي كمان لو سمحت له انه يعمل حاجة لا سمح الله كده ولا كده يبقى هي اللي تشيل الوزر. وبعدين انا مش معقول يعني هسيب شغلي ومصالحي واقعد لهم حارس. دي مشكلتي انا، محدش غيري هيحلها يا بريوني. اتصل بمكتب لندن قول لهم يبعتوا لي طيارة دلوقتي فورا، ما انا بقول نجبي عمال يسدها في وشي. مستر سوليفان، انا مش صاحب شركة الطيران، بعدين انا عملت كل اللي انت طلبته مني، اعمل ايه بقى اذا ما كانش في طياره واحده بس فاضيه؟ اكيد اكيد السفريه اللي سافرها واليومين اللي اختفاهم دول
هم اللي وضب فيهم لحركة لندن دي. اسمح لي بكلمة من غير ما تغضب. انت مسألة تجهيز طيارة حتى لو متوفرة في لندن على ما تيجي وتمون وتطير بيها من مصر، ده مش هيحصل قبل بالليل، وكون بوابات للمصانع قفلت. يعني أي تفاصيل عايز تعرفها هتعرفها بكرة الصبح من عيوننا اللي هناك. أرجوك يا سينيور، أنا عايزك تهدى عشان تقدر تفكر بالشكل اللي كان مخلينا سابقين سعد الدالي بخطوة أو اتنين على الأقل. أرجوك سينيور. الحمد لله أن ظهر الحق وثبت من تقرير السيد المحترم خبير البصمات بإدارة البحث الجنائي أن البصمة الموجودة على عقد زواج العرفي المحرر بين السيد فوزي الدالي والسيدة رشا المنضراوي هي بصمة مطابقة لإبهام المرحوم فوزي الدالي. عفوا سيادة المستشار، إذا سمحت لي هيئة المحكمة بتعليق صغير الآن. تفضل. البصمة كما أكدنا سابقا هي في مصلحة موكلي السيد صفوت الدالي، وهي دليل إدانة وليس دليل براءة وإثبات زواج. العقل والمنطق بيقول يا سيادة المستشار إن أصحاب الابتدائية أو الذين لم يكملوا تعليم المرحلة الابتدائية لنهايتها بيقدروا على الأقل إنهم يكتبوا اسمهم بشكل رديء وممول، فما بال سيادتكم برجل حاصل على بكالوريوس تجارة وكان شريكا لمجموعة هي الأكبر اقتصاديا ربما في الشرق الأوسط، كان في حياته يدير مجموعة من الشركات والمصانع يستخدم إمضاءه في إنهاء معاملات شركاته وتعاملاته مع البنوك داخل مصر وخارجها سواء باللغة العربية أو الإنجليزية. كيف يمضي فوزي الدالي عشرات الآلاف من الأوراق والمستندات في عمله ويأتي عند عقد زواجه ويقرر التخلي عن إمضائه وتعامل كشخص جاهل لم يحصل على أدنى قسط من أقساط التعليم فيبصم على عقد زواجه العرفي؟ وشكرا. عندك رد يا أستاذ؟ طبعا سيادة المستشار، إن مع اليوم شاهدة لا ناقة لها ولا جمل في كل ما يجري، وإنما جاءت عندما علمت بما حدث لموكلتي من إنكار وجحود وتكذيب، جاءت لتقول كلمة الحق وتشهد بما يريح ضميرها أمام الله والقانون. إنها الآنسة حكمة رأفة نور. ودي مين دي كمان؟ الظاهر الموضوع كبير قوي يا رفي. اتفضلي يا آنسة حكمة، اقفي قدام المنصة واحلفي اليمين. والله العظيم اقول الحق. اسمك وسنك وعنوانك. حكمة رأفت نوار، سني 28 سنة، عنواني 7 حارة السايغ الخليفة. تشتغل ايه يا حكمة؟ ممرضة في طعم تمريض العناية المركزة بمستشفى الأمل. إيه شهادتك يا حكمة؟ اليوم اللي اتنقل لنا فيه المرحوم فوزي وهو متصف حريق المجموعة، الدكتور مدير المستشفى أمر بدخوله العناية المركزة، وكانت في اليوم ده ورديتين في العناية المركزة. كانت حالته صعبة ومتأخرة وكان فيه ربكة برة، وعيلة سعد بيه كلها كانت جاية تطمن عليه، وحالته من الصدمة وحشة قوي. وكان فيه في اليوم ده أستاذ صفوت دخل قبله وحاول يتكلم معاه. فوزي ألف لبأس عليك أخوي، يا ريتها صابتني قبل ما تصيبك، يا ريتها طالتني قبل ما تطولك يا أخوي. فوزي كلمني، رد عليا، طمني يا فوزي. هو بيقول ايه؟ ربنا يلطف بيه، اصابته خطيره قوي. بعد ما خرج صفوت بيه من عنده، خرج الدكتور اتكلم مع سعد بيه والموجودين بره في استراحه المستشفى، وفي الوقت ده دخلت مدام رشا وشفتها لاول مره. سلامتك يا فوزي، الف سلامه عليك. ايه اللي جرالك؟ يا ريت انا كنت بدالك. ايه دي حضرتك، هو في دنيا تانية خالص. يعني ايه؟ ربنا يستر. فوزي
أنا محتاجة لك أنا وابنك. ابنك لسه صغير، لا حول له ولا قوة. لو جرى لك حاجة محدش هيصدقني، محدش هينصفني، هنروح بلاش. أبوس إيدك. أرجوكي أرجوكي أرجوكي، مفيش فايدة من اللي أنت بتعمليه ده، ده كله مش هيعمل له حاجة. أعمل إيه بس يا ربي؟ أعمل إيه؟ ما أنا لو كنت أعرف اللي هيحصل كنت أمنت نفسي، كنت عملت احتياطاتي. فوزي يعني عايش متهنية وأنت عايش، ولو جرى لك حاجة يتنسى عليا بالجزم. لازم تعيش، لازم تعيش. رشا رشا. أيوة يا فوزي. رشا. أيوة يا نور عيني يا سيدي وسيد الناس. أرجوك يا مدام براحة عليك. أنا اللي أرجوكي أبوس إيدك، ده أنا ما صدقت إنه عرفني ونطق اسمي. أيوة يا فوزي. هاتي ورقة وقلم. حاضر، ورقة وقلم بسرعة. اكتبي عقد جواز عرفي وانا حمضي. حاضر. عايزك تجيبي له الورقه عنده. الورقه في ايدي. القلم، حط القلم من صوابعي. حاضر حاضر يا اخويا. ايده ما فيهاش اعصاب، صوابعه اغلبها اتحرق. طب والعمل؟ ما تخافيش انا هحاول احلها. جريت على اوضه السكرتاريه وجبت ختامه، ومن كتر ما الست رشا كانت صعبانه عليا دعيت ربنا اننا نلاقي اصبع سليم تبصموا بيه تحفظ حقها وحق ابنها. انا هدور على اصبع سليم. الحمد لله في اصبع سليم. هاتي الورقه بسرعه. ايوه. فوزي مالك؟ خلاص خلاص يا حبيبي. الحمد لله ربنا شاهد انك مراتي وان ابنك ابني، وانتي انتي كمان شاهدة انها صرفت وكده قدامك. فوزي ربنا يستر، لازم اشوف الدكتور بسرعه. وين فوزي؟ سيبيش فوزي اشخطي. جه الدكتور بسرعه وشافه، حاول يدور على مكان لمحاليل او وريد يديله منها حقنه مهدئه، ملاش. وبعدين فوزي بيه طلب يشوف سعد بيت دالي، سبتهم مع بعض وخرجت. بس انا جيت اخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى، وربنا العالم انا لا ليا غرض ولا مصلحه. عندك حاجه تانية عايزه تقوليها يا حكمه؟ لا يا سياده القاضي. حد من الاساتذه عايز يسال الشاهده؟ لا، بس بعد اذن عداله المحكمه عندي عده اسئله للسيده رشا المندراوي قبل ما اطلب من عدالتكم سماع شهود النفي اللي عندي. ارجعي مكانك يا حكمه. السيده رشا المندراوي. وتفتكري يا مدام رشا الفترة اللي اتجوزت فيها فوز الدالي الله يرحمه
ده لو فرضنا جدلا يعني انك كنت متجوزاه، تفتكري الفتره دي ما كانتش كافيه علشان تعلن جوازكم؟ اللي يعرف فوزي الدالي كويس ويعاشره يتاكد انه كان له خصوصيات ما يسمحش لاي حد مهما كان قريب منه انه يتدخل فيها او يعرف. ولا عشان كان مكسوف؟ مكسوف؟ وايه اللي يكسفه؟ من واقع المعلومات اللي عندي ان قبل جوازك من فوزي الدالي الله يرحمه كان ليكي اكتر من تجربه زواج من رجال اعمال. بعد اذن المحكمه السؤال ده خارج عن موضوع القضيه، وانا بطالب المحكمه بالتدخل لتركيز الاسئله ان وجدت في موضوع القضيه. سياده المستشار، تاريخ الانسان وماضيه دايما بيبقى مؤثر في علاقاته في المستقبل، خصوصا في مجتمعاتنا الشرقيه التي تقوم على العادات والتقاليد. وانا بعد اذن عدالتكم مصر على ان السيده رشا المندراوي تجيب على سؤالي. مدام رشا، من فضلك ردي على السؤال. كان جواز على سنة الله ورسوله، وقتها كان عندي 15 سنة، كان راجل أكبر مني في السن، كان غني، وانفصلنا لأن ما قدرتش أكمل معاه. والمرة التانية راجل خدعني بمظهره وطبته وحنيته، وبالمعاشرة اكتشفت العكس، وعشان كده اتطلقنا. بس معلوماتي يا مدام رشا أنهم أكتر من كده، بدليل أن في موقف من أسرتك تجاهك أخره أنهم طردوك من المنطقة اللي كنت عايشة معاهم فيها لما رجعت لهم بالولد اللي انت بتقولي عليه دلوقتي انه ابن المرحوم فوزي الدالي. مش صحيح، لان الولد فعلا ابن المرحوم فوزي الدالي، والولد ما كانش السبب للطرد. ويكون في علم حضرتك بقى الخلاف اللي كان بيني وبين عيلتي خلاف عادي بيحصل في كل العائلات، ومش هسمح لحضرتك انك تسالني ايه السبب، لان اعتقد ان دي مسائل شخصيه. اكتفي بهذا القدر سياده المستشار، واطالب عدالتكم بسماع شاهد النفي الاول السيد رفقي جورج عزيز الموجود بقاعه المحكمه الموقره. تفضل يا مدام رشا. السيد رفقي جورج عزيز يتفضل للشهادة. افندم، انا مندهش ومستغرب جدا لكل اللي اتقال من ساعة ما ظهرت المدام دي كده فجأة وبالحدوتة دي. انا اعرف المرحوم فوزي الدالي من 21 سنة، ومن ساعتها ما افترقناش لا في حزن ولا فرح ولا سفر ولا عمليه جوه مصر ولا بره مصر. يبقى كل اللي قالته ده حصل امتى؟ بعد اذن المحكمه انا كنت عايز اسال الشاهد سؤال واحد بس. اتفضل. عند حضرتك دليل واحد يكذب الادله واقوال الشهود الاربعه اللي تقدموا بشهادتهم النهارده امام المحكمه غير الذكريات والكلام المرسل؟ للاسف العشرة والصداقة والأيام الحلوة والمرة لا بتتكتب بشهادات معتمدة ولا مختومة بشعار الجمهورية، لأنها مشاعر إنسانية. وزي ما بيقول الشاعر، رب أخ لك لم تلده أمه. وأنا اللي كان بيني وبين المرحوم فوزي الدالي واللي لازال بيني وبين سعد الدالي حاجة أكبر من البيزنس والقرابة والديانة، حاجة بتتلخص في كلمتين اتنين: العشرة والمحبة. أنا مش هقول كلام مرسل عشان محامي الخصم ما يزعلش مني. أنا علاقتي بفوزي الدالي معروفة لمصر كلها، وكمان مش هتكلم عن 37 سنة عشرة بيني وبينه. لكن أنا عايز أسأل سؤال: إذا كان مدام رشا دخلت لفوزي الدالي قبل مني وبصمته عقد الجواز اللي ساهمت فيه ملاك الرحمة بختامة وبالشهادة لوجه الله، وبعدين أنا دخلت الفوزي وقعدت معاه لحد ما روحه طلعت اللي خلقها، ما جابليش سيرتها ولا سيرة الولد، ما وصانيش عليها ولا على الولد، وهو عارف إن أنا هنفذ وصيته بالحرف الواحد. ودليل على كده إني نفذت كل اللي طلبه مني بعد موته، وخصوصا إن الحكاية فيها طفل هيتيتم وامرأة ستواجه الضياع زي ما قالت مدام رشا. عندك رد يا مدام رشا على سؤال السيد سعد الدالي؟ مدام رشا قبل ما تجاوب. ايوه، اسمح لي حضرتك ارد على سعد بيه الدالي. اتفضلي. وردي على سؤال سعد بيه هيكون برضو بسؤال. سعد بيه، حضرتك حالف اليمين وراجل صادق، ممكن تقول لنا
الكلام الأخير والوصية اللي وصاك بيها المرحوم فوزي الدالي؟ وبعد إذن المحكمة تقدر تحلف اليمين تاني يا سعد بيه على إنك إنسان عادل وضميرك صاحي وما ترضاش بظلم بريء؟ ويعني مثلاً لو في إيدك دليل براءة إنسان ينجيه من حبل المشنقة تقدر تقوله حتى لو كان على حساب سمعتك وسمعة عيلتك؟ سيادة المستشار اسمح لي، اللي قالته السيدة رشا المندراوي مش رد على سؤال السيد سعد الدالي، بل مراوغة. الغرض منها عدم الرد على تساؤل السيد سعد الدالي باعتباره شاهد نفي في القضية، وأنا بتضامن معها وأطالب السيدة رشا المندراوي بالإجابة على سؤاله، خاصة وأنه أقسم اليمين في بداية إدلائه بأقواله، فلا داعي من أن يكرر قسمه مرة أخرى الآن. وشكرا. مدام رشا، وأنا كمان من حق إني ما صدقش كلام سعد بيه الدالي، ومتأكدة ومصرة إن المرحوم فوزي الدالي قال له على كل حاجة وصرحه بالحقيقة. بس أنت ليه مصر إن أنت تخالف ضميرك؟ ليه بيعمل كده؟ وليه مصر برضه إنه ما يرجعش الحق لأصحابه؟ لحظة يا سيادة المستشار، تفتكري ليه يا مدام رشا؟ ليه وهو مش وريث ولا منتفع بتركة الراحل فوزي الدالي؟ معرفش، اسأله هو، أنا شخصيا ما دخلتش في ضميره. أنا مش عارف هنفضل نستحمل رزالة الست دي لحد إمتى؟ هو مش كان القاضي ولا المستشار قال عليها إنها كدابة وخلصنا؟ الصبر يا صفر بيه، الصبر. اسند عليا يا يلا يا ابني. سعد بيه، لو كان المرحوم فوزي الدالي يعرف اللي هيجرالي انا واليتيم ابنه منك كان كسر بايده التمثال اللي رسمه لك في خيالي. وعلى فكره انت شايل على كتافك ذنبين، ذنب اليتيم اللي في البيت مستني حقه، وذنب البريء اللي مرمي في زنزانه مستني الموت باللحظه والتانيه وما عدلوش اي حد يجيب له حقه منك غير ربنا سبحانه وتعالى. ومع ذلك ذنبه في رقبة اللي عارف وساكت وسايبه يواجه مصيره بنفسه. يلا بينا يا مدام رشا. سعد بيه تحب أعدي على سعادتك بعد ما وصل صفوت بيه واروح المكتب؟ سعد بيه. ايوه يا سيادة المستشار. اوعى تخلي اللي حصل جوه يهز ثقتك في موقفنا. الحكايه زي ما قلت لحضرتك من البدايه محتاجه صبر، ومع الوقت ان شاء الله كدبهم هيبان ونستريح كلنا ان شاء الله. في حاجه في كلام رشا دي قلقك؟ لا لا ابدا. طب في حاجه حضرتك تعرفها ومتردد تصارحني بيها؟ ده كلام صفت مستني في عربيه وصله، واول ما اوصل المكتب هكلمك. يلا بينا. اطلب لك قهوه سعد بيه؟ لا لا متشكر. سعادتك كنت قلت لي لو افتكرت معلومة أو عرفت حاجة أبقى أجي أبلغك. أيوة الحقيقة أنا عندي معلومة بقى لي فترة مش عارف أوصلها لك إزاي، يمكن لأن الموضوع كله صعب، لأنه مرتبط بوصية مع إنسان وعدته قبل ما يموت إني ما أتكلمش. لكن اللي بيحصل حواليا دلوقتي مخليني مش قادر استحمل اكتر من كده. سعدي بتفضل، احنا سامعينك. قضية خليفة هنداوي مالها؟ انا عارف انها انتهت بالنسبة لك، والمتهم فيها القضية بتاعتهم خلاص محجوزة للحكم يعني. تمام تمام، بس الحقيقة انا كنت فاهم ان حضرتك جاي تبلغنا عن قضية محاولة اغتيالك او قضية حريق المجموعة. أنا جاي أقول لكم إن الراجل اللي اتهم نفسه بقتل خليفة هنداوي بريء، وأنا عارف القاتل الحقيقي.